ده السودان، سواء كنت سوداني أو غير سوداني لازم تشوف الفيديو ده. بنتحدث عن السودان، فإحنا نتحدث عن الجماليات والطيب والحب والأخلاق العالية. أقول إنه السودان مظلومة إعلامياً، إنه الإعلام ما مسلط الضوء عليهم وما مسلط الضوء على هذا البلد الحلو. فلماذا؟ هذا السؤال. فخلي هجسوه أنا وياكم، ننشر هذا الفيديو على الواتساب، على الفيسبوك، على بكل مكان، حتى يوصل للناس، حتى يشوفون جمال السودان شنو هو، من ناسها ومن الطبيعة اللي بيها ومن الأماكن هاي الحلوة الخلابة. اخواننا والله السودان ده غني غناء غناء، يعني نحن اخواننا في الفيديو ده بيعكس كميه الثقافات اللي عندنا، كميه الغنى اللي عندنا، كميه الموارد الطبيعيه، الموارد الحيوانيه، الموارد البشريه، الموارد كل الموارد عندنا، لكن بس ما مستغلينها. والله دي حاجه بتزعل بصوره. ليه يا اخو؟ الله فيديو عظيم يا اخوان. This video I want to react to Sudan. I'm so curious about Sudan. أنا أعتقد إنه الصباح في السودان ما بيشبه الصباح في أي بلد تاني. ريحة الزهور الطيبة بتجيك مع الصباح كده، تديك نعشة كده. ريحة الخضرة مع النيل، عنده الريحة براها كده، ريحة جميلة. الهواء زاد اللي بنتنفسه في السودان ودين نحن يعني. صباح رباح. واو.
كبرنا سنين وزاز عايشين برغم الخوف زي الجبال راكزين وقفنا سوا جمعنا هوا وطن مزروع جوا القلب والعين في عز الهم فضل في الدم وخير كتير ما بينحسب بكم هزمنا الليل عشمنا كبير وباقي الجاي ما فيه إلا الخير جال السلام يا خدان دوشي في الخير ومرجلة جدا والضم فك الحير الدنيا لسه بخير كتبنا سوي سلام درب الحروب خربان ما فيه زول كسبان يا اخي السلام ده جميل يا اخي السلام ده جميل يستاهل السودان قرب علينا زمان بفلو نلقى بلد حنية حب كمية
صافية سماها زي النيل، إيدها سخية زي النيل، وزي كرم المراكب يا ناس عايشاها ببساطة، أصيلة جميلة في ذاتها، راضية وعايشة لحظاتها، تشوف الخير في ضحكاتها. ناس عايشاها ببساطة، أصيلة جميلة في ذاتها، راضية وعايشة لحظاتها، تشوف الخير في ضحكاتها. ناس عايشاها بالبهجة، صافية قلوبها مبتهجة، بكلمة تفك ليك زهجة، وتعيش الحب لغة ولهجة. ناس عايشاها بالبهجة، صافية قلوبها مبتهجة، فكلمة تفك ليك زهجة، وتعيش الحب لغة ولهجة. دي بلدنا وديلا نحنا، نفس العادة والطيبة، كل اللي فرحة بفرحنا. سكون القرية فينا وفيها هزيج المدينة، دي بلدنا وديلا نحنا، كل حتة بتحكي بينا، في الغنى والفتح بابا، رب نكارة وربابة، دي بلد خيرنا وسامحنا، كيف نفارق يا اخترابة. العادة والطيبة، كل اللي فرحة بفرحنا، دايما ضحكتنا قريبة، بنقاسم غيرنا سامحنا، شربين من نيلنا الصافي، وماكلين من خيرنا قمحنا. بلدنا الخير ومحضنا ندافي، وين غير أرضها نحنا رتحنا. كان في السودان قصص وحكاوي ما بتكمل، بتجمعنا فيها أصالتنا وطيبتنا مهما اختلفت الحكاوي، وبيوتها وناسها. أربعين عندي كم؟ وبين 40 و50 عندي كم؟ السودان نحبه كله، من ناحية الخضرة والجمال وأهله، ما يكون فيه مشاكل، كل الناس يكون زي الإيد الواحد. ما في اختلاف، يعني نفس الأمة اللي بتربي الدارفوري، نفس الأمة اللي بتربي الشايقي، نفس الأمة اللي بتربي المحسي، نفس الأمة اللي بتربي الضنقلاوي الجعلي، الأم ياهو حنانة، ونفس الغذاء الروحي اللي ادونا ليه أفتكر هو موجود في كل البيوت السودانية، ولذلك ده الرابط الأساسي اللي بيربطنا نحن كسودانيين. اي شعب السودان طبعاً كريم كله، يعني كان مشيت في الجزيرة، كان في الضنقلة، كان ماشي انت ما بيعرفك تبي يقول لك اتفضل، عاد الخرطوم طبعا ما بيقول لك اتفضل في الخرطوم، كان بيخاف منك. ما
إحساسنا زي ما أقول زي إحساس البحر ده. البحر ده زي ما شوف صافي كده، يعني نحنا زي صافين، ولما يكون زي ما أقول موج ضارب زيه كده شوية مفرفشين. والله التنوع طبعا هي حاجة سمح لو الناس قدروا يتعاملوا معها، لكن طبعا بدل ما تكون نعمة ظنها بقت عكس النعمة. والله نعم في الدين قالوا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعيشوا، لكن مش عشان نعمل تفرقة. عشان تعرفوا طالما هو بتساعدنا بنتج بيجيب لنا الخيرات، ما نكون ناس عنصرين ونقول انت ما من هنا ولا انت من السودان، ده لكل الناس. نشيل حكاية القبلية ديت، كونوا سودانيين بس، شفتها الهوية كان يكون سوداني. الناس يكونوا أهل، كان قريب وكان بعيد، كان بتعرفهم ما بتعرفون البلد لمتكم، يلا تكونوا أهل، تكونوا انتم متواصلين كده واحد. هي نحن ناس كسلة ناس طيبين، أي زول محتاج نحن بنردي ونكرم الضيوف، ونحن معروفين نحن السودان. في الكرح يقفوا سوا وفي الفرح يقفوا سوا، يتداخلوا يتوالدوا ويكونوا أسرة واحدة، يكون ناس واحد، يبقى سودان واحد. هسه سودان واحد ولسه يبقى سودان واحد. عندنا وفيات، عندنا أفراح بجمعنا كلنا، فما في ده مسلم ولا ده مسيح كده، ما في يعني في حي بتاعنا ده بالذات. تنوع الشعب، شعب من الغرب، شعب من الشمال، شعب من الوسط، شعب كل واحد بالنسبة لي أنا أيوة واحد. يتوحدوا كلهم يعني على كلمة واحدة، نكون مشتتين كلنا، نكون مصلحتنا مصلحة البلد يعني في الأول والآخر. يقفوا مع الناس اللي عندهم مشاكل، حلوا لهم مشاكل. النفوس كانت طيبة عن قريب يشيل بيها. هم نفسنا يكون يتعكس عليها همنا للوطن، يعني زي ما نحن بنحب لنفسنا نحب للوطن. زينا توحدنا وبقينا في يد واحدة، نحن نقدر نعمل أي شيء دايرين. إذا تفرغنا طبعا هتكسر باحات. من أنا صغير أدوني طموحات في القراية، وقاعدين بتفعل لي قروش كثيرة، لازم أشوف لهم حاجة كده أتخرج أرفع راسهم فوق. الإيد الواحدة ما بتصفق بريها، كل ما زدنا قوة الترابط بيناتنا كل ما تحسننا أكتر وأكتر. نتعلم، هاي نتعلم، نعرف نعيش واحد.
أتمنى عجبكم الفيديو. Wow, Sudan is beautiful. I can see Sudan has many cultures. Sudan has forest and savanna. And I think Sudan forest is like Indonesia forest. Because there are so many green trees. And also the savanna really describe this is Africa. And I just found out that their languages are Arabic and English. And from their history, I think in Sudan there are so many Arabians too because they are speaking Arabic. And also I can see from their face features, I think it's combination between Arabian and Africa face.